فكرة الحركات الإسلامية عموما، يعني سواء جماعة الإخوان المسلمين أو السلفية أو الجماعة الإسلامية أو الطرق الصوفية، قبل الثورة غير يعني قبل الثورة كان طبعا تحت رقابة أمنية وتحت رقابة الإجهزة الأمنية بشكل شديد. كان في عدد من الاعتقالات وعدد من حالات القبض على أتباع التيار الإسلامي في مصر، ده طبعا على خلفية المواجهات المسلحة ما بين الإسلاميين ما بين أجهزة الأمن أو الدولة عموما. طبعا كان الإسلاميين قبل ده كان بينادوا بعد في أثناء عصر الجمهورية إن هم عاوزين يطبقوا الدولة الإسلامية أو ظهرت فكرة تطبيق الدولة الإسلامية وإحنا في مجتمع كافر، فبالتالي ينقصوا الشريعة الإسلامية بحيث يبقى مجتمع سليم. طبعا بعد الثورة وثورة 25 يناير بدأت الحركات الإسلامية تفكر إزاي دلوقتي بعد إلغاء الأمن، فيش أمن الدولة أو رقابة أمنية عليهم، بدأ في حرية وعصر حرية، إزاي يبدأوا يتحركوا بعد الثورة؟ وكان السؤال إيه هم عاوزينه بعد الثورة؟ إذا كان هم عاوزين يطبقوا الدولة الإسلامية وكانت الأمن الدولة كانت منعاهم والدولة كانت في نظرهم الوقت ده كانت دولة كافرة في نفس الوقت وبتمنع تطبيق الإسلام والشريعة الإسلامية وعندها تحالفات مع دول معادية للإسلام، مش معادية مصر، لا معادية للإسلام عموما، فكانت الفكرة ازاي يتم تطبيق الدولة، تطبيق فكرة ايه الإسلام عاوزه او ايه الإسلاميين عاوزينه بعد الثورة. بدأت الإسلاميين دلوقتي يتجهوا ان هم يشكلوا او ينظموا انفسهم ويبدأوا يتكلموا على المجلس العسكري في كيفية تطبيق الشريعة الإسلامية. طبعا لما لقوا ان في معارضة عليهم او في معارضة من القوى المدنية او القوى السياسية والوطنية المدنية، بدأوا يفكروا ان هم يبدأوا يخشوا ان هم تشكيل او تأسيس عدد